هي ليسنز ليكتشر كده صح، نقدر نتكلم مع بعض، انا بتكلم وانت بتتكلمي، نقدر انا اتكلم وانت تسمعيني او انت تتكلمي وانا اسمعك صح. احنا كده بنعمل ايه يا حبيبه؟ احنا كده بنتواصل مع بعض. يعني ايه بنتواصل؟ يعني انا بتكلم عايزه اقول لك حاجه، عايزه اشرح لك درس وانت بتسمعيني فبتفهمي الدرس كده، ده اسمه تواصل تمام. فاحنا التكنولوجي عندنا تكنولوجي سيستم ده allow human، سمحت للإنسان to communicate. معايا يا حبيبة؟ ايوه يا مس، to communicate يعني ايه؟ يعني اتواصل. زي انت مثلا تبقي قاعدة في البيت عايز تكلمي بابا، ممكن تكلميه في التليفون، عايز اكلم ماما، عايز اكلم تيتا، عايز اكلم قرايبي، عايز اكلم اي حد، اقدر اكلمه فين؟ في التليفون. ده اسمه communication. فالhumans to communicate with each other. عندنا التكنولوجي عملت لنا ايه؟ عملت لنا making phone calls، اقدر اي حد انا عايز اكلمه ممكن اعمل معاه مكالمه، فاقول ميكينج فون كولز، هكلم حبيبه، حبيبه وحشتني وانا عايزه اكلمها، فاروح مكلمها في التليفون عادي. طيب ممكن ايه تاني غير الفون كولز؟ ممكن اعمل سيندنج تكست مسج او ايميل، يعني مثلا امسك كده الواتساب وابعت لحبيبه عليه، او حبيبه تبعت لي مسج وانا ابعت لها، تبعت لي الهوم ورك على الجروب وانا اشوفه. فاحنا الاثنين بنتواصل ايه مع بعض بالطريقه دي. طيب الانيمالز اللي هي اصلا مش بتعرف تتكلم زينا تعمل ايه علشان تتواصل مع بعض؟ الانيمالز don't use technology. بتلاقي نمله كده ماسكه موبايل يا حبيبه، وبتلاقي كلب كده معاه لابتوب وقاعد يبعت ايميل او يبعت مسج. الناس ده في العالم بقى المتطور الأطور اللي احنا لسه ما نعرفش عنه حاجة. ماشي، لكن دلوقتي مفيش حاجة كده. الانيمالز مش بتعرف تتكلم ومش بيقدروا يستخدموا التكنولوجي اللي احنا بنستخدمها، لا موبايل فونز ولا لابتوبس ولا كمبيوترز ولا الانترنت ولا اي حاجة، ما بيقدروش يستخدموا التكنولوجي دي as we do، but they can still use other systems to communicate. بس مع ذلك هم بيقدروا يتواصلوا مع بعض وبيفهموا بعض. طب بيعملوا كده ازاي؟ احنا بقى في الليسون ده we will study ants. ants يعني ايه؟ ants يعني النمل. and humpback whales، والحوت الاحدب. الحوت الاحدب يعني ده نوع من انواع الحيتان اسمه الحوت الاحدب تمام. فهندرس الانتس، نشوف الانتس بيتواصلوا مع بعض ازاي، وهندرس الهامباك ويلز as example of these animals، ونشوف بقى الحيوانات دي تتواصل مع بعض ازاي من غير ما تكون بتعرف تتكلم او معاها موبايل فونز او بتعمل كولز او بتبعت مسج. هنتكلم اول حاجة عن الانتس. الانتس اللي هي الايه؟ النمل. الانتس live in colonies، بتعيش في ايه؟ بتعيش في، يعني بتعيش مجموعة مع بعض في كوليني. كوليني يعني ايه يا حبيبة؟ يعني يعني ناس مستعمرة. كولوني كولوني يعني مستعمرة. فال ants live in colonies that contain thousands of individuals. يعني مستعمرة النمل ممكن يكون فيها كم نملة يا حبيبة؟ thousand. يعني ايه thousand؟ يعني ألف، أكتر من ألف، ممكن 2000، 3، 4، 10، ممكن يبقى في عدد كبير أوي 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 من النمل. فين؟ في الكولوني دي، في الايه؟ في المستعمرة اللي الانتس عايشة فيها. طيب ال groups of ants within a colony have different roles. هنلاقي بقى ان كل شوية نمل ليهم function او ليهم وظيفة او ليهم job معينة هم بيقوموا بيها، يعني مش كل النمل بيعمل نفس الوظيفة. هنلاقي شوية نمل ليهم وظيفة، شوية تاني ليهم وظيفة تاني، هنشوف مع بعض دلوقتي. فهنلاقي ان ال groups of ants within a colony يعني مجموعة النمل في المستعمرة الواحدة عندها different roles أو عندها أدوار مختلفة. where they have developed systems that help them divide their work. هم بقى عندهم نظام بيقسموا بيه الشغل ما بينهم، يعني كل شوية نمل عندهم شغل معين. عندنا مين؟ ايه أنواع النمل اللي موجودة؟ هنلاقي فيه النيرس أنت. النيرس أنت دي النملة الشغالة أو العاملة، أو النملة العاملة دي اسمها النيرس أنت، أو السكوت انتس ودي نملة كشافة، او سولجر انتس وده الجنود تمام يا حبيبة. يبقى انا عندي كم نوع من انواع الانتس؟ 3، نيرس انت والسكوت انت والسولجر انت تمام. طيب كل واحد فيهم بيعمل ايه؟ ايه الوظيفة بتاعته؟ طيب يقول لي when the food is low، لما الاكل في الكولوني بتاعت الانتس، مش قلنا الانتس بتعيش في كولوني؟ طيب لما الفود بتاعها is low بيقل، هنلاقي ان النيرس انت
send smelly message، بتبعت رسالة ريحتها وحشة قوي. لمين؟ to Scott ants، للنمل الكشاف ده. ليه؟ which are responsible for locating food. النمل الكشاف ده الفانكشن بتاعته او الجوب بتاعته ان هو بيعمل ايه؟ بيروح يدور على مكان الاكل، يعني يروح يبحث يبحث ويشوف فين مكان الاكل. هو ده الجوب بتاعت السكوت انت. طيب بعد السكوت انت ما عرف مكان الاكل، ايه اللي بيحصل؟ The Scott ants respond by sending a smelly message. بيرد بان هو كمان بيبعت smelly message، بيبعت رسالة بريحة وحشة قوي. To alert the ants where to find the food، علشان يقول النمل الاكل مكانه فين. هو لقى اكل، هو فين مكانه؟ خدنا مين تاني يا حبيبة بيبعت smelly message كده زي الانت؟ أخذنا التري صح، اسمها ايه؟ أركا هكاشيا. هكاشيا، أكاشتي. شاطرة يا حبيبة، برافو عليك. برضو صح، ده الانتس عاملة زي الاكاشيا تري اللي بتبعت سميلي مسج علشان تخلي الاكاشيا تري التانية تخلي تفرز البويزن وتخلي طعم الليفز وحش. عندي برضو الانت هنا بيتواصل بايه؟ بيتواصل بالسميلي مسج بينهم وبين بعض. بنلاقي النيرس انت بتبعت سميلي مسج لسكوت انت علشان يروحوا يدوروا على الاكل. والسكوت انتس ريسبوند باي سيندينج ا سميلي مسج تو الارت ذا انتس وير تو فايند ذا فود، عشان يقول للانتس انا لقيت الاكل فين. تمام؟ طيب بيقول لي نوت، بيقول لي بقى خد بالك، the soldier ants also use smelly message. كمان السولجر انتس اللي احنا اتكلمنا عليهم ان هم تالت جروب من الانتس اللي بيبقوا موجودين في الكولوني، هم كمان بيبعتوا smelly message to communicate عشان يتواصلوا if there is danger nearby، لو في اي حاجة خطر جنبيهم. هو كمان بيبعت smelly message عشان يحذرهم، يقول لهم خدوا بالكم مثلا في حيوان هيجي ياكلنا دلوقتي. تمام يا حبيبة؟ هما يبقى ده مين؟ بيعرفوا منين؟ بيعرفوا منين ازاي؟ بس هما بيعرفوا منين إذا كان في حد بيقرب عليهم ولا لأ؟ بيشوفوه او بيبتدي يجي فعلا حيوان ياكل فيهم، مثلا زي حيوان، في حيوان اسمه اكل النمل، ده ما بيعملش حاجة غير ان هو ياكل النمل بس، لما يجي ياكلهم ممكن يحذروا بعض بالريحة الوحشة دي. تمام يا حبيبة؟ يبقى احنا اول انيمال اتكلمنا عليه ازاي بيعمل كوميونيكيشن هو الانتس، وعرفنا ان الانتس بتعيش في كولونيز، وان احنا عندنا 3 جروبس اوف انتس. اول حاجة هي النيرس انت والسكوت انت والسولجر انت، كل واحد فيهم ليه جوب بيعملها في الكولوني بتاعت الانتس دي. هنلاقي ان النيرس انت لما بتلاقي ان الفود از لو، لما الاكل بيبقى قليل، they send smelly message to the Scott ants، بيبعتوا رسالة من ريحة وحشة لمين؟ للسكوت ants، عشان يعملوا ايه؟ responsible for locating food، هم مسؤولين عن انهم يحددوا مكان الايه الاكل فين. بعدين السكوت ant respond by sending a smelly message، بعدين السكوت ants هم كمان يبعتوا message من ريحة وحشة قوي لمين؟ to alert the ants where to find the food، بيقولوا للانتس تعالوا نقول لكم احنا لقينا اكل، تعالوا اقول لكم المكان بتاعه فين. وكمان السولجر انتس بيبعتوا smelly message علشان يحذروا بقية الانتس لو في اي danger حواليهم. طيب دي اول animal. طيب تاني animal عندنا قلنا هناخد الهامباك ويل. الهامباك اللي هو ده بيعمل ايه؟ الهامباك، الهامباك ويل، الهامباك ويل سينج اندر ووتر، بيغني تحت الميه او بيطلع اصوات to communicate with each other، عشان يتواصلوا مع بعض. يعني هما بيطلعوا صوت كده زي ما احنا بنتكلم بصوت، انا دلوقتي بتكلم بصوت، هل الحيوانات بتفهم كلامي؟ لا. هلاقي ان كمان الانيمال زي الويلز ده بيطلعوا صوت، بيتكلموا مع بعض بصوت سينجينج كده، بيعملوا موسيقى مع بعض. where they sing a wide range of note، بيعملوا اصوات كتير. wide range يعني كذا طبقة صوت. هنلاقي فيه صوت اسمه high pitched sound او low pitched sound، يعني صوت ممكن يكون مسرسع قوي او رفيع. عارفة لما تلاقي حد مسرسع وبيصوت بصوت رفيع كده، أي ده نقول عليه هاي بيتشد ساوند، او صوت بيكون ايه يعني تحسي فيه ان هو رفيع ومسرسع كده. وساعات يعملوا صوت تاني،
صوت يكون خشن شوية أو رف شوية، وده بنسميه إيه؟ بنسميه low pitched sound. يبقى الويل بيغنوا تحت المية. طيب غير إن هما بيغنوا، مش بيغنوا بحاجة واحدة كده يعملوا صوت واحد وخلاص، لا دول عندهم wide range of notes، يعني بيعملوا كذا صوت and series of songs، وكذا أغنية بيعملوها أو كذا صوت بيقعدوا إيه يتواصلوا بيه مع بعض. The songs of the humpback whales have different sound depending on the season. يعني صوتهم بيتغير اعتمادا على ايه؟ بيعتمدوا على ايه في تغيير الصوت؟ على السيزون بتاعهم. يعني في الوينتر بيبقى ليهم صوت، وفي السمر بيبقى ليهم صوت. طيب في الوينتر it's the mating season. يعني ايه mating season؟ يعني السيزون اللي بيحصل فيه reproduction، يعني اللي بيبقى فيه تزاوج، اللي بنلاقي فيه الويلز بيبحثوا عن ايه؟ عن ميت. عن ميت يعني عن بارتنر. هنلاقي الفيميل بتبحث عن ميل، والميل بيبحث عن فيميل، فهو ده اسمه ايه؟ اسمه الميتينج سيزون. معايا يا حبيبة؟ يعني ايه ميتينج سيزون يا حبيبة؟ يعني السيزون اللي بيبتدي فيه الويلز يبحث عن بارتنر، او يبحث عن ايه؟ لاقي الميل بيبحث عن فيميل، والفيميل بتبحث عن ميل. طيب ده بيبقى امتى؟ ده بيبقى امتى؟ بيبقى في الوينتر. ده السيزون ده بتاع الميتنج بيبقى في الوينتر. طيب صوت الهام باك ويلز في الوينتر بيبقى ماله؟ بيبقى هاي بيتشت ساوند. هاي بيتشت ساوند يعني ايه؟ زي ما قلنا يا حبيبه، يعني صوت مسرسع، صوت رفيع كده، شارب، شارب ساوند. تمام. الشارب ساوند ده بيقدر ان هو يسافر في الكولد ووتر اسرع، عشان هو هاي بيتشت which travel better through cold water، يعني بيمشي أسرع قوي في المية الساقعة. طب هي المية الساقعة ليه أصلا يا حبيبة؟ ها؟ المية أصلا ساقعة ليه؟ عشان إحنا في الوينتر، يس، مش إحنا اتفقنا؟ نعم. عشان هي بتبقى ساقعة في الوينتر، وفي السما بتبقى سخنة. صح. فإحنا بنقول إن في الوينتر الويل بيعمل هاي بيتشت ساوند، بيعمل صوت مسرسع ورفيع كده. طيب الصوت الرفيع ده يقدر يمشي في الكولد ووتر اسهل بكتير، عشان كده بنلاقي الهامباك ويلز ربنا خلقه بيعمل في الوينتر هاي بيتشت ساوند which can travel better through cold water. طيب في السمر بيعمل ايه؟ بنلاقيه بيعمل صوت برضه، بس ماله؟ low pitched sound، يعني صوت تخين شوية. طيب ليه في السمر؟ عشان اللو بيتش ساوند ده كان ترافل ثرو وورم ووتر، بيقدر يمشي في الميه الدافيه بسهوله. يبقى انا عندي الهامباك ويل بيقدر يعمل اصوات كتير، ممكن يعمل هاي بيتش ساوند وممكن يعمل لو بيتش ساوند. الهاي بيتش ساوند بيعمله في الوينتر لما بتكون الميه كولد، عشان الهاي بيتش ساوند بيمشي في الكولد ووتر اسرع. طيب الوينتر ده هو ايه؟ هو الميتنج سيزون، او السيزون اللي بيحصل فيه التزاوج. طيب ان سامر في الصيف ده اسمه الفيدنج سيزون، يعني السيزون اللي بياكلوا فيه اكتر شويه، فده اسمه الفيدنج سيزون. السيزون ده بيبعتوا لبعض ايه؟ الهامباك ويلز بيبعتوا لو بيتشت ساوند، بيبعتوا صوت بيكون تخين شويه. طيب الصوت الراف ده او التخين شويه ده can travel better through warm water، يقدر يسافر أكتر أسرع فين؟ في ال warm water. تعالي أوريكي الويل يا حبيبة، وأسمعك الصوت بتاعه. أنا مرة سمعت صوت الويل أيوة بيعمل، صح، شطورة يا حبيبي، بيعمل صوت زي كده فعلا. أنا هوريكي الفيديو دلوقتي، اصبري. Tired of Slack? Check this out. Simply go to a message in one of your channels, select the AI function. شايفة يا حبيبة؟ أيوة يا مس، سامعة الصوت؟ أيوة بنت، سامعة الصوت بتاعه يا حبيبة؟ أيوة هو ده. أيوة
بس بس فين الدلفين اللي من الأبيض والأسود ده؟ شكله غريب ليه؟ ده ويل مش دولفين، ده ويل يعني حوت. مس نعم يا حبيبي. وهو كده، هو ازاي هما بيقتصوا؟ سو هما ازاي بيدربوا؟ ازاي ولا هو بي ايه؟ بيجي متدرب؟ هو هما ازاي بيدربوه ويعني كده؟ لا هما مش مدربين ولا حاجة، هو ده حد مصوره بس وهو في البحر، ده مش متدرب، ده في البحر. بعدين ده الحوت كبير قوي، يعني ناخده ندربه فين؟ ده هو في البحر وحد مسجل صوته، يعني مصوره وهو في البحر بيعمل الأصوات دي، هما بيتواصلوا مع بعض بالأصوات دي كأنه بيغني كده. تمام يا حبيبة؟ تمام يا مس. طيب يلا نحل سوا يا حبيبة الأسئلة دي كده. هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي complete when the food is low. هنا بيتكلم عن الأنت، بيتكلم عن النمل. when the food is low، لما الفود يكون قليل. أنهي الأنت اللي بتبعت سند بتعمل إيه؟ أنهي من الأنت اللي بتاخد بالها إن الأكل بقى قليل؟ بس ثانية، بس بشكل عشان أعرف أحل مع حضرتك. تقولي إيه؟ بشكل عشان أعرف أحل مع حضرتك. اه هقول لك بيج 117. لا بالإنجلش. 117 لا ما بفهمش بالعربي. اوكي انا بيتكلم على انت كومبليت. ذا فود از لو، هو كان في تلات انت. 3 أنواع، 3 جروب صح. مين اللي بيبعت لما الأكل بيبقى قليل؟ مين اللي بيبعت؟ كان حضرتك لسه قايلها سنة. نيرس انت. صح، برافو. النيرس أنت هي اللي بتبعت. طب بتبعت إيه يا حبيبة؟ ثانية نيرس ام ثانية بس اكتب نيرس. تمام نيرس ام سند يا بيبعتوا سنت ايه؟ بيتواصلوا مع بعض بايه؟ سمالي. اه صح، سميلي مسج. لمين بيبعتوا السميلي مسج دي؟ لمين؟ لانهي جروب من الانتس؟ تو سكوت انت. برافو. السكوت انتس هو النمل الكشاف اللي بيروح يدور على الاكل. which are responsible for locating food، اللي مسؤول عن تحديد اماكن الاكل. طيب number 2، the space ants use smelly message if there is danger nearby.
انهي جروب بقى من الانت اللي بتبعت رسالة ريحتها وحشة لو لقت خطر حواليها؟ ايه لو لقت خطر. Soldier ants. soldier ants. تمام. طيب يلا نمبر 2. نعم. ثانية بس اكتب. فين اكون Soldier تمام. تمام. The answer the rouge sound of hum big whale. أنا بيتكلم على الويل. تمام. Is high low soft pitch sound. بيتشت ساوند بيكلمني عن الصوت بتاع الهامباك، بيقول لي الراف ساوند او الصوت التخين بيبقى هاي بيتشد ولا لو بيتشد. الراف اللي هو الصوت التخين هلاقيه ان هو ايه، لو بيتشد ساوند اهو. يبقى هو بيقول لي هنا لو بيتشد ساوند such as rough voice، يبقى الصوت التخين مثلا بتاع الراجل بيبقى صوته تخين كده، الراف فويس بتاع الراجل ده ماله، هو ده بيبقى لو بيتشد. طيب الهاي بيتشد ساوند هي الصوت المسلسع اللي بيكون شارب، اللي بيكون رفيع، ده صوت حاد كده، ده هاي بيتشد ساوند. واللو بس بيتش ايه؟ الرو بيبقى صوته خشن او غليظ، او والشارب رفيع او حاد. صح. يبقى هنا الراف ساوند هيبقى لو ولا هاي بيتشد ساوند؟ كون لو لو. صح، برافو يا حبيبي. طيب نمبر 2 بيقول لي the songs of the humpback whales have a bass pitch in sound. البيتش بتاعه بس والصوت نعم قول لحضرتك انا ليه اخترت لو، ليه؟ عشان لو بيتش ساوند معناها اللي هو الصوت المنخفض والحاد. صح. تمام. هنا the songs of humpback whales have a clear lower rock لور بيكشن ساوند. مش هينفع. في الوينتر بقى بيبعتوا لبعض ايه، هاي بيتش ساوند ولا لور بيتش ساوند؟ لا هاي صح، برافو عليكي يا حبيبه، هاي بيتش ساوند. تمام، ده كده كان ازاي الانيمالز بيتواصلوا مع بعض. طب هناخد انيمال تاني برضو بيتواصل في ال ايه. نعم. انا عارفه وبحبه، شبه ما الناس بيقولوا ان البيت اصلا بيتحول لمصاص دماء. يعني هو كلام هو الباتس، في انواع من الباتس اصلا بتتغذى على الدم، ان هي بتبص بتمص الدم اصلا، فنلاقي في ممكن باتس ايه. اقراه. انا النهارده الصبح اصلا وانا كنت قاعده اتفرجت على مصاص فيلم في الخمسينة في مصاص دماء. طيب لا بس خليني انا اشرح بس الدرس وبعدين لما نيجي نقرا بقول التعليق. طيب هنا هنشوف تكنولوجي inspired by nature. يعني ايه؟ يعني ازاي احنا بنستخدم حاجات او بنصنع حاجات بالتكنولوجي وعاملين لها inspiration from the nature. يعني ايه inspiration؟ يعني مستوحيينها من البيئة. احنا كل حاجة الانسان بيعملها بيحاول ان هو يقلد حاجة موجودة عنده في البيئة. زي ايه مثلا؟ زي ان احنا اخترعنا الطيارة، احنا بنقلد مين؟ بنقلد الطائر اللي بيطير في الهواء. شفنا الطائر بيطير ازاي وحاولنا ان احنا نقلده فعملنا الطيارة. زي ان احنا كنا محتاجين نعوم تحت المية، نعمل حاجة أو نخترع حاجة تعوم تحت المية، شفنا إزاي الفيش بيغوص تحت المية ورحنا اخترعنا إيه؟ اخترعنا الغواصة. يبقى إحنا لما بنيجي نعمل حاجة أو الإنسان لما بيجي يخترع حاجة أو يخترع حاجة بالتكنولوجي أو إن هو يعمل جهاز جديد، بيعمل inspiration from the nature، يعني بيستوحي الفكرة منين؟ من الطبيعة اللي حواليه. طيب احنا هنشوف في الدرس ده ازاي الانسان عمل inspiration from nature وعمل تكنولوجي تساعد ايه، نساعد بعض الناس. فنلاقي هنا ان الباتس اللي هي الخفافيش use sound in some purposes such as، الخفافيش بتستخدم صوت او بتعمل صوت عشان تتواصل، وبيبقى ليها ايه،
ليها اهداف محدده او لاسباب محدده. ايه هي؟ اول حاجه انهم بيعملوا communicating with each other، يعني بيجي يتواصلوا مع بعض. بيعملوا ايه؟ بيعملوا communication، بيعملوا صوت، بيروحوا عاملين ساوند عشان يعملوا كوميونيكيت، يتواصلوا مع بعض. زي ما انا بطلع صوت دلوقتي وانا بتكلم، عمال اطلع صوت عشان اتواصل مع مين؟ عشان اتواصل مع حبيبه. طيب هما برضو الباتس بيطلعوا اصوات كده علشان يتواصلوا مع بعض. طيب ليه كمان بيطلعوا اصوات او بيعملوا اصوات؟ ليه؟ عشان getting information about their surroundings using their hearing sense، وبيستخدموا حاسة السمع بتاعتهم علشان يجيبوا معلومات عن الحاجات اللي حواليهم، يجيبوا معلومات عن البيئة اللي حواليهم surroundings، الحاجات المحيطة بيهم، يعني عايزين يعرفوا ايه المحيط بيهم. طيب how does the bat use its ears for echolocation to get information about its surrounding؟ طب ازاي الباتس بيستخدم الايكولوكيشن؟ مين تاني عن خدناه animals بيستخدم الايكولوكيشن يا حبيبة؟ هي ها اي احنا خدنا two animals بيستخدموا الايكولوكيشن برضو. مين هما؟ ايه؟ فوكس ودوغ، اسمه ايه يا حبيبة؟ فينك فوكس اند دوغ. لا، فينك فوكس والدوج مش بيستخدموا الايكولوكيشن. حيوان بيعوم في المية. ذا فيش مين بقى، مين اللي بيستخدم الايكولوكيشن؟ الوين، لا، دولفين. ايوه الدولفين، هي الوين. لا، دولفين مش هي الويل. الدولفين ده نوع من انواع الاسماك، الويل ده الحوت. الويل ده الحوت، الحوت ده كبير قوي، الحوت ممكن يوصل 8 متر. لكن الدولفين ده زي اللي بنشوفه في الاكوا باركس، اللي بيبقى موجود زي في دريم لاند ودريم بارك والحاجات دي. شفتي دولفين قبل كده؟ لا بشوفه تمام بس على التلفزيون. تمام ده دولفين. الدولفين بيبقى تقريبا صغير، يعني مش صغير، يعني متر ونص مترين. الويل ده كبير، ده الحوت. الحوت ده اللي هو اكبر حيوان في الميه، الحوت. ويل يعني حوت. طيب يبقى انا عندي الدولفين بيستخدم الايكولوكيشن، وعندي الباتس كمان بتستخدم الايكولوكيشن. تمام. طيب تعال نشوف ازاي البات بيستخدم الايكولوكيشن بتاعته. الباتس makes a high pitched sound، بيعمل صوت high pitched، يعني بيعمل صوت رفيع قوي، بيعمل صوت مسرسع قوي. طيب وبعدين the sound hits something، لما الصوت ده يخبط في حاجة قدامه، في شجرة، في حيطة، في أي حاجة قدامه. The bat and the bat reflects back to it in the form of echo، يبتدي الصوت ده يرجع له تاني في صورة ايه؟ في صورة ايكو، اللي هو ايه؟ اللي هو صدى صوت. بعدين البات listens for the echo، البات قاعد مستني صدى الصوت ده لما يرجع، او الريفلكتد ساوند، الساوند اللي حصل له ريفليكشن، اللي اتعكس ورجع له تاني في صورة صدى صوت. So bat knows that there is something nearby، يعرف ان في حاجة قصاده. يبقى الايكولوكيشن هنا البات بيعمل ايه؟ بيعمل هاي pitched ساوند. طيب بعد ما بيعمله، بيستنى لما الساوند ده بيمشي، زي ما اتفقنا ان الساوند بيمشي في شكل ساوند ويفز، لحد الساوند ويفز دي ما تعمل ايه؟ هيتس، يعني تخبط. هيتس something، تخبط في حاجة، حاجة ايه؟ حاجة قريبة. The bat and reflects back to it in the form of echo، ترجع بقى الساوند تاني، يرجع له تاني في صورة ايه؟ في صورة ايكو. ايكو يعني صدى صوت. البات بقى بيقعد يسمع صدى الصوت اللي راجع ده. البات listens for the echo، بيستنى يسمع صدى الصوت اللي هو الريفلكتد ساوند، او الصوت المنعكس، او صدى الصوت. So bat knows that there is something nearby، كده البات عرف ان في حاجة قدامه بعد الصوت ما خبط ورجع له. طيب هنعمل احنا ايه مشابه للايكو لوكيشن اللي بيستخدمه البات يا حبيبة؟ هنعمل ايه؟ مش احنا بنتكلم عن التكنولوجي اللي احنا عاملين لها inspiration from the environment حبيبة؟ أيوة. تمام. طيب احنا شفنا ان البات عامل ايه، عمل ايكو لوكيشن. طيب احنا هنشوف، احنا هنستخدم احنا كمان الموضوع ده بقى، هنقلد البات او هنستوحي فكرة من البات علشان نستخدمها مع البلايند بيبول. مين البلايند بيبول؟ الايه؟ الناس اللي ما عندهاش حاسة بصر، او عينيهم مش بيقدروا يشوفوا بيها، او الايه؟ الكفيف، الشخص الكفيف، او الشخص الاعمى اللي مش بيشوف. طيب ده ربنا
حرمه من نعمة البصر، أو ربنا حرمه من عينيه. طيب إحنا نعمل إيه علشان نساعده؟ هنحاول نستوحي من البات ومن فكرة الإيكولوكيشن دي بتاعة البات، ونعمل حاجة التكنولوجي أو حاجة تساعد البلايند بيبل أو الناس اللي تكون كفيفة أو ربنا حرمها من نعمة البصر، ويعملوا إيه؟ نعمل لهم حاجة تساعدهم إنهم يقدروا يعملوا الأكتيفيتيز بتاعتهم. طيب هنلاقي إن الساينس have been inspired، العلماء استوحوا إيه من البات أو من طريقة البات في إنه يعرف فيه الحاجات اللي حواليه. inspired by the adaptation of bat echolocation، خدوا من أو استوحوا من موضوع الإيكولوكيشن اللي موجود في البات ده، خدوا الفكرة بتاعته to find ways عشان يشوفوا طرق to help blind people عشان تساعد الناس الكفيفة أو الناس اللي مش بتشوف detect their surroundings، يقدروا يعرفوا إيه الحاجات اللي حواليهم. أنا دلوقتي لو عندي blind man زي ده كده، ده blind يعني مش بيقدر يشوف، طيب معاه ماسك إيه في إيده؟ دايما بنلاقي الناس اللي هي blind يكون معاها إيه في إيديها يا حبيبة؟ شايفة ماسك إيه؟ اوكي بس ماسك ايه؟ ايوه يا حبيب ماسك ايه؟ تبع عكاز. عكاز او عصايه. طيب العصايه دي بتعمل له ايه؟ هنشوف بقى العصايه دي بتعمل له ايه. لقينا الساينتست هاف كرييتد ا سبيشال كين. كين يعني ايه؟ كين يعني عصايه او خرزانه. طيب سبيشال يعني مخصوصة، مخصوصة لمين؟ مخصوصة للبلايند بيبل. طب بتعمل ايه العصاية المخصوصة دي؟ it emits high pitched sound، بتعمل زي البات، بتطلع صوت، بتطلع high pitched sound just like bats do، زي ما البات او الخفافيش بيعملوا. ايه اللي بيحصل مع البات؟ بيطلعوا high pitched sound ويستنوا يشوفوا الساوند ده هيخبط في مين ويطلع ويرجعني الايكو، واعرف بعد كده ان في حاجة قدامي. طيب السبيشال كين دي يا حبيبة بتعمل ايه؟ بتعمل زي البات، يعني بتطلع لي ايه؟ emits هاي بيتش ساوند. معايا يا حبيبة؟ أيوة يا مس. بتطلع هاي بيتش ساوند، بتطلع لي صوت رفيع كده ومسرسع. طيب وبعدين؟ as a blind person is walking، لما يكون الشخص الكفيف ده وهو ماشي كده، the special cane ماشي وماسك في ايده السبيشال كين او العصاية المخصوصة